مدبول يتفقد عددا من المشروعات والمصانع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. الجزائر تحذر من تدابير انفرادية في سوق النفط العالمي. مجموعة SVP المالية تبحث الإفلاس كخيار لبيع أصول بنك سيليكون فالي. نشرة اقتصادية جديدة لهذا اليوم، أهلا بكم. تفقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عددا من المشروعات والمصانع في نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. واستهل مدبولي الجولة بزيارة المنطقة اللوجستية لشركة مرسيدس بنز العالمية، مؤكدا أن هذه الجولة تستهدف افتتاح وتفقد عدد من المشروعات متخصصة في صناعات مهمة تستهدف التصدير، وذلك في إطار حرص الدولة على تشجيع وجذب مثل هذه المشروعات الصناعية لدفع عجلة الاستثمار ودعم اقتصاد البلاد إلى الأمام. كما تفقد رئيس الوزراء مصنع شركة السويد الوطنية للصناعات والمشروعات الهندسية والذي يقع بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة. وخلال زيارته للمصنع تابع مدبولي مراحل التصنيع التي تتم ومعايير الجودة في المنتجات، كما استمع لشرح من المدير التنفيذي لشركة السويدي والذي أوضح فيه أن المشروع يستهدف توطين الصناعات الهندسية المختلفة التي تسهم في تنفيذ مشروعات وطنية مهمة بما يقلل من فاتورة الاستيراد. أكد وزير المالية محمد معيط أن مصر تفتح أبوابها للمستثمرين العرب والأجانب وبيئة مواتية للأعمال واقتصاد بات أكثر جذبا بفرص واعدة للقطاع الخاص في شتى المجالات. وقال الوزير خلال لقائه مع المستثمرين السعوديين بالعاصمة السعودية الرياض أن الدولة تستهدف الوصول بصافي التدفقات الأجنبية المباشرة إلى 10 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي مقابل 8.6 مليار دولار العام المالي الماضي، على نحو يسهم في تحويل مصر إلى مركز أكثر تحفيزا للإنتاج والتصدير لأوروبا وإفريقيا. بحث وزير المالية محمد معيط مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر تعزيز علاقات التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتمويل المشترك. وأكد الجانبان أهمية تلبية الاحتياجات التمويلية للدول الأعضاء لمواجهة الأزمات الاقتصادية المتتالية على نحو يمكنها من استكمال تنفيذ المشروعات التنموية وتطوير البنية التحتية اللازمة لتحقيق الربط الإقليمي وتيسير التجارة البينية وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين الدول الأعضاء. ذكرت وكالة فيتش أن مصر تعد موطنا لثالث أكبر سوق للطاقة الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث القدرات وحجم الإنتاج. جاء ذلك خلال رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري، حيث أظهر تقرير فيتش التوقعات بأن مصر لديها أحد أكبر معدلات النمو بين الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يشير التقرير إلى وجود فرصة كبيرة للاستثمار في القطاع على مدى السنوات الخمس المقبلة. أعلن وزير الإسكان عاصم الجزار عن بدء الطرح الثاني للتخصيص الفوري لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد بنظام الطرح الدائم بهدف القضاء على ظاهرة سمسرة الأراضي، مشيرا إلى أن الطرح يبدأ من اليوم ولمدة شهرين. وأوضح وزير الإسكان أن الطرح يأتي في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للحجز الفوري من خلال الهيئة ضمن آلية الطرح الدائم لقطع الأراضي، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز. صرحت وزارة الزراعة أن الدولة تبذل مجهودا كبيرا في دعم مختلف قطاعات الزراعة، حيث دعمت الدولة إنتاج الأسمدة خلال الثلاث سنوات الماضية بمبلغ 75 مليار جنيه. وأوشكت مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسمدة. وأوضحت الوزارة أن مساحة الرقعة الزراعية ارتفعت خلال السنوات الماضية بعد تدشين عدة مشروعات قومية في هذا الصدد، وأن مشروع الدلتا الجديدة يعد قاطرة أمل جديدة في التنمية الزراعية، إذ يعتبر من أهم المشروعات القومية التي يتم استصلاحها حاليا، حيث يستهدف زيادة الرقعة الزراعية ويضيف 2.2 مليون فدان للمساحة الزراعية الحالية.
أكد وزير التموين علي المصلحي أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي عدة شهور. جاء ذلك على هامش افتتاحه لمعرض أهلا رمضان المقام بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر. هي إشارة البدء إذن لفتح المعرض الرئيس لأهل رمضان أبوابه أمام المواطنين والتخفيضات تصل إلى سعر التكلفة. الحمد لله كافة السلع سواء أساسية أو مكملة لرمضان موجودة سواء عندنا هنا أو موجودة في كافة الشوادر اللي تم افتتاحها منذ الأسبوع الأول من يناير. وزي ما سمعته من دولة رئيس الوزراء وصلنا لفوق أكثر من 550 شادر على مستوى الجمهورية. المعرض الذي يحوي بين جنباته أكثر من 400 عارض يأتي ضمن 500 معرض تم افتتاحهم لأهل رمضان. في أكثر من 400 عارض على مستوى كل أجنحة المعرض اللي بتصل إلى 100 جناح رئيسي وفرعي، منها جناح للشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومنافذ أمان اللي تابعة لوزارة الداخلية. نسبة التخفيضات بتصل إلى سعر التكلفة. فالداخل إلى هذا المعرض يرى فيه تشابها كبير في المعروض من حيث الوفرة بالسلع وإن اختلف الحجم. إن شاء الله بإذن الله إحنا موفرين اللحوم والدواجن في جميع فروعنا بره المعرض وفي المعرض هنا بكميات تفوق كل احتياجات المستهلكين. أسعار الدواجن المحلية والمستوردة بسعر 65 جنيه للكيلو، اللحوم السوداني السعر 165 جنيه للكيلو. والتخفيضات أيضا تتشابه من حيث النسب التي تصل في البعض منها إلى تكلفة الإنتاج. كافة أنواع السلع الحرة وبأسعار مناسبة جدا، يعني تقل عن أسعار السوق 25% زي ما سعادتك شايف، مثلا السكر ب 14.5، الرز ب 14.5، الزيت ب 35 جنيه الزجاجة. عندنا تخفيضات كبيرة جدا في منتجات الشركة من الدقيق والمكرونة وسميد البسبوسة والبقسماط المطحون، كل المنتجات دي تخفيضاتها تصل إلى 30%. الدقيق عندنا دقيق بنخفضه من 22 جنيه ل 17 جنيه. طبعا اشتركنا في المعرض زي اي شركه من شركات القابضه، بيكون عشان نقدر نوفر للمواطن السلع اللي هو بيحتاجها بالسعر المناسب. ويمكن معالي الوزير انتجنا منتج 800 ملي بيتباع للمواطن ب 35 جنيه الزجاجه، ده المسؤوليتها في السوق بتوصل ل 47. وبنظره بسيطه الى المعرض يرى فيه التكامل والتنوع بالسلع سواء كانت اغذيه او جلديه. وبينما تكتمل الصورة بهذا المعرض، هناك وجه آخر للحقيقة بانتشار تلك السيارات جنبا إلى جنب بالمعارض والشوادر والتي انتشرت بمحافظات الجمهورية. فهنا جهزت السيارات المتنقلة أيضا كي تنطلق لتضاف إلى غيرها من السيارات الأخرى التي تنتشر بالقرى والنجوع. مجهزين 105 قافلة هينتشروا على عدد 27 محافظة. السيارات المتنقلة هي سلاح قوي جدا بتستخدمه الوزارة لوصول السلع ووصول المنتجات للأماكن الأكثر احتياجا والأماكن النائية في الكفور والنجوع وخلافه. وما بين تلك السيارات والمعارض والتخفيضات وجودة السلع التي تتوفر في الكل، ما على المواطن إلا الاختيار. إذن رمضان الشحات، النيل. تباينت مؤشرات البورصة المصرية قبيل ختام تعاملات جلسة اليوم آخر جلسات الأسبوع وسط عمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين والعرب والأجانب. وسجل رأس مال السوق لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 963.9 مليار جنيه وسط تعاملات كلية بلغت 1.4 مليار جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.1%، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.33%. حذرت الجزائر من اتخاذ تدابير انفرادية وتشريعات تهدف إلى تضليل آليات سوق النفط العالمي، وذلك ردا على ما تردد بشأن إجراءات وقوانين لتسقيف أسعار النفط. وأكد وزير الطاقة الجزائري أن الجهود التي بذلها تحالف أوبك بلس لأكثر من 6 سنوات قد يمكن أن تنهار بصفة غير عادلة إذا تم اعتماد تدابير انفرادية وتشريعات تهدف إلى تضليل آليات السوق، مما سيؤدي إلى نقص الاستثمارات في الصناعة النفطية وكذلك خلق اضطرابات رئيسية في تدفقات الإمدادات وتهيئة الظروف لعدم الاستقرار الدائم في سوق النفط. قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن الاستثمارات السعودية قد تدخل إيران سريعا جدا بعد اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية. وفي أعقاب محادثات استضافتها الصين، اتفقت إيران والسعودية يوم الجمعة على استئناف العلاقات وإعادة فتح السفارتين في غضون شهرين بعد سنوات من القطيعة.
قالت مصادر مطلعة أن مجموعة SBC أو SVC المالية التي سيطرت الجهات التنظيمية المصرفية الأمريكية الأسبوع الماضي على بنك سيليكون فالي التابع لها تستكشف السعي للحصول على حماية التي يوفرها الإفلاس كخيار لبيع أصول تشمل بنكها الاستثماري وشركة للاستثمار المغامر. وكانت المجموعة قد أعلنت أنها تدرس بدائل استراتيجية لأصولها لكنها لم تكشف عن الإفلاس كأحد الخيارات المحتملة، إلا أن المجموعة لم تتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن المسار الذي ستسلكه، ولا تزال تحاول العثور على مستثمرين لشراء أصولها دون تقديم طلب لإعلان الإفلاس. تراجعت مبيعات التجزئة الأمريكية بشكل معتدل في فبراير بعد الزيادة الضخمة التي شهدتها في يناير، لكن قوة الدفع الأساسية ظلت قوية مما يشير إلى استمرار نمو الاقتصاد في الربع الأول رغم ارتفاع تكاليف الاقتراض. وأكد تقرير صادر عن وزارة التجارة أن مبيعات التجزئة تراجعت بنسبة 4% الشهر الماضي، بينما تم تعديل بيانات يناير بالرفع لتظهر ارتفاع مبيعات التجزئة 3.2% بدلا من 3%، ولا يزال لدى المستهلكين كميات كبيرة من مدخرات تراكمت خلال جائحة كوفيد-19. في أسواق النفط العالمية ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الأسيوية معوضة بعض خسائرها بعدما سجلت أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام في الجلسة السابقة، إذ هدأت الأسواق بعض الشيء بعد قرار الجهات التنظيمية السويسرية تقديم إنقاذ مالي لبنك كريدي السويس. ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 85 سنتا إلى 74.54 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 74 سنت إلى 68.35 دولار للبرميل. ختاما هذا تذكير بأبرز العناوين. مدبولي يتفقد عددا من المشروعات والمصانع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. الجزائر تحذر من تدابير انفرادية في سوق النفط العالمي. مجموعة SVP المالية تبحث الإفلاس كخيار لبيع أصول بنك سيليكون فالي. نهاية نشرتنا الاقتصادية، شكرا لكم وإلى اللقاء.